بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هتكلم مع حضراتكم ازاي تحصل على عائد 35% من البنك الاهلي وبنك مصر، وكمان استثمار قصير الاجل يعني لمده عام واحد فقط. الحاجه الثانيه او الجزء الثاني من الحلقه هنتكلم في تحذير مهم جدا 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 لكل عميل بنكي، يعني لكل اللي ليه فلوس في البنك، سواء ليك شهاده، حاطط حساب توفير، حساب جاري، اي حاجه، وليك اي تعامل مع موظف البنك، فلازم تكون عارف التحذير ده كويس جدا، لانه في ناس كتيره جدا خسرت فلوسها بسبب ان هي ما تعرفش المعلومه دي. نتكلم بقى مع بعض في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في البداية طبعا كل اللي سمع الفيديو دلوقتي او شاف البوست دلوقتي شايف انه هو هيحصل على 35% من شهادة. لا، هقول لحضرتك، لا، انت هنا هتحصل على 35% ولكن مش شهادة، في استثمار افضل مليون مرة من الشهادة، اثبت انه فعلا افضل استثمار اكتر بكتير جدا من الشهادة، وهي اذون الخزانة. فاكرين لما قلت لحضراتكم ازاي تقدر تحول اذون الخزانة لشهادة، احصل عليها من عائد شهري واحصل على افضل عائد موجود في البنوك حاليا ومن داخل البنك الاهلي وبنك مصر. اذون الخزانه يا جماعه، انا قلت لحضراتكم قبل كده، احنا زي ما البنوك بتستغلنا لازم نستغل فرصه انه حاليا الحكومه بتصدر اذون خزانه بعوائد مرتفعه لجذب استثمارات واموال ساخنه من بره. هو شاف انه البنك الفيدرالي الامريكي ثبت اسعار الفايده، فحب هو انه يعمل اذون خزانه يجذب بيها مستثمرين اجانب يجولوا من بره. فحضرتك لازم تشتري في اذون الخزانه اللي بالمبلغ ده 35%، حتى بعد خصم الضريبه هنحصل على اعلى عائد موجود في البنوك واعلى من شهادات البنك الاهلي وبنك مصر، وهثبت لحضرتك دلوقتي بالتجربه وبالارقام. للي مش عارف ايه هي اذون الخزانه، هدي لحضرتك دلوقتي فكره بسيطه جدا. اذون الخزانه زيها زي الشهاده بالظبط، مده اذون الخزانه بتكون 3 شهور و6 شهور و9 شهور واقصى حد هو سنه. اما الشهاده هو بيقول لحضرتك مدتها سنه، سنتين، 3، 4 سنوات، 5 سنوات، وفي 7 سنوات و10 سنوات. يعني دي استثمار قصير الاجل ودي استثمار طويل الاجل، اعتبرها شهاده استثنائيه. ولكن اذون الخزانه ما بتقدرش تشتريها غير من الحد الادنى 25,000 جنيه، يعني كل 25,000 جنيه بتجيب لحضرتك اذن واحد خزانه، يعني ال 50,000 جنيه بيجيبوا 2 اذن خزانه، ال 100,000 جنيه بيجيبوا 4 اذون خزانه. الاذون الخزانه ما بقدرش اشتريها غير يوم الاحد والخميس وقبل الساعه 10 صباحا، لازم اكون موجود الصبح بدري في البنك علشان خاطر البنك بيقدر يجمع الطلبات بتاعتنا ويبدا يرسلها للبنك المركزي قبل الساعه 11 صباحا. اذون الخزانه بتتلخص في انه حضرتك بمنتهى البساطه الحكومه بتكون محتاجه الفلوس، فبتروح للبنك المركزي تقول له اطرح لي اذون خزانه، وده معناه انه فلوس حضرتك بتكون مضمونه لدى وزاره الماليه، وكمان البنك المركزي والبنك اللي حضرتك هتشتري منه غالبا بيكون البنك الاهلي وبنك مصر. يوم ال ال يوم 30، مش عارفه بصراحه يوم 30 كان يوم الثلاث، يوم 30 اللي هو الثلاث الماضي 30/4، البنك المركزي طرح اذون الخزانه بقيمه مليار جنيه مصري. مليار جنيه مصري مقسمين ما بين اذون خزانه بالدولار واذون خزانه بالجنيه المصري. حتى اللي بالدولار حضرتك تقدر تشتري فيها، وفيها عوائد محترمه جدا ومرتفعه جدا لكل الناس اللي معاها الدولار ومش شايفه انه هي قادره تحافظ على استثمارها في الوقت الحالي. ولكن هنتكلم دلوقتي عن اللي بالجنيه المصري. بيدي لحضرتك مده عام 12 شهر 35%. تقولي 35%، ده احنا كنا قاعدين منتظرين شهادة تكون مدة عام 30%، ده حاجة جميلة جدا. هقول لحضرتك ان دي مختلفة عن الشهادة في حاجة واحدة، انه حضرتك هنا بيتخصم منك 20% ضريبة. طيب 20% ضريبة بقى اللي مش واخد باله من الموضوع ده، لانه في ناس كتيرة جدا بيكون عندها لبس في الموضوع ده. 20% ضريبة، سي مثلا انا بستثمر 100,000 جنيه، هياخد مني 20%؟ يعني هياخد مني 20,000 جنيه من ال 100,000 جنيه؟ لا، ال 20% من ال 35,000 جنيه تقريبا بيكون حوالي 6,000 6,500 جنيه، هما دول اللي بيتخصموا من ايه؟ من ال 35%. بيتبقى معايا تقريبا 27 28 بالكتير 29% او 29,000 جنيه لكل 100,000 جنيه. هتقول لي بس انا عندي شهاده في البنك الاهلي وبنك مصر 30%. اقول لحضرتك لا، لحظه واحده، شهاده البنك الاهلي وبنك مصر اللي تم اصدارها يوم ما تم رفع اسعار الفايده 600 نقطه اساس
كانت شهادة غير مجزية بالمرة. دي شهادة متدرجة مدة 3 سنوات، يعني في السنة الأولى باخد 20%، السنة الثانية 25%، السنة الثالثة 20%، يعني 30 25 20. طيب علشان خاطر أقدر حتى أستفيد بالسنة الأولى بتاعت 30% لازم أستمر معاه مدة 3 سنوات، يعني كده أنا ربطت فلوسي مدة 3 سنوات في وقت فيه انفلات في نسب التضخم. وده العيب الأول. العيب التاني بقى، لو جيت جمعت الثلاثة على بعض هتلاقي نفسك بتاخد في السنة 25%، 25% السنة الأولى، 25% السنة الثانية، 25% السنة الثالثة. كمان أنا هنا مش هقدر أحصل على العائد غير في نهاية السنة الأولى، نهاية السنة الثانية، ونهاية السنة الثالثة، لكن هنا أنا أقدر أحصل على العائد بتاعي مقدما. النهاردة أقدر أخد العائد بتاعي وأستثمره، حتى 20% اللي هي 6000 جنيه أو 6700 أو 7000 جنيه حتى، دول البنك مش هياخدهم مني غير في نهاية المدة، يعني أنا أقدر أستفيد بالقوة الشرائية بتاعتهم دلوقتي حالا. من فترة طويلة قلت لحضراتكم كتير جدا انه البنك المركزي مش هيلجأ لانه يطبع فلوس علشان خاطر ما يعليش نسب التضخم اكتر من كده، وهيكون عندنا فرصة محترمة جدا انه احنا كمان نستغل البنوك ونستغل الحكومة ونستغل الفرصة، وبدلا من انه المستثمر الاجنبي يشتري اذون الخزانة بالعائد المرتفع ويجي من بره ياخدها هو، لا اخدها انا وبحولها للشهادة بصورة بسيطة جدا جدا، بانه انا باخد الفلوس لو المبلغ كبير بس هو اللي بينفع معايا الطريقة دي، خد الفلوس بروح احطها في حساب توفير بتجيب لي اكتر من كده كمان، يعني بقدر اعوض كمان حكاية ال 20% وبكون حصلت على 35% صافي. ودي الفكرة دي انا قلتها كتير جدا جدا، وبفضل الله احنا الوحيدين اللي عملناها مع حضراتكم. فكرة بسيطة وسهلة بتتلخص انه حضرتك بتاخد فلوسك مقدما بتروح تحطها في اي حساب توفير، كل شهر بتاخد الجزء او المبلغ اللي حضرتك كنت هتحتاجه من خلال الشهادة او الريت والفايدة اللي كانوا هيطلعوا لحضرتك من الشهادة، وعوائد حساب التوفير بتلاقي نفسك خلاص قدرت تحصل على ال 20% ضريبة اللي اتخصمت منك في نهاية السنة، بتلاقي نفسك حصلت على المبلغ صافي، محدش خصم منك ولا جنيه واحد. طبعا كلنا شايفين حسابات التوفير معدية الشهادات بكتير جدا الايام دي، وفي حسابات توفير متميزة جدا جدا افضلها حساب توفير البنك العربي الافريقي. طيب التحذير بقى، التحذير ده مهم جدا 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 لكل عملاء البنوك. طبعا كلنا لما بنكون واقفين قدام موظف التيلر او الخزنه وانا بحط فلوس او بسحب فلوس، يعني بودع فلوس او حتى بسحب فلوس، بيكون مكتوب فوق كده مكتوب اشاره لحضرتك انه انت لازم تعد فلوسك قبل مغادره الشباك. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لانه انا بمجرد ما ببعد عن كاميرا البنك او الكاميرا بتاعت الموظف الفلوس دي خلاص انا كده استلمت فلوسي. هتقولي بس ممكن اكون انا بسحب مبلغ كبير، وخصوصا ما بعد ما البنك المركزي رفع الحد الادنى للسحب شويه. هقول لحضرتك صدقني ممكن عادي جدا، المكنه تغلط، الموظف يغلط، اي شيء، الكمبيوتر يغلط، اي حاجه ممكن تغلط عادي جدا. هقعد في جنب كده همسك فلوسي اعدها ورقه ورقه، يعني اعد فلوسي باك وباك وكده مفيش مشكله خالص، 1000 جنيه ب 1000 جنيه، 2000 جنيه ب 2000 جنيه، مفيش مشكله خالص. الحاجه الثانيه بقى يا جماعه، انا بتكلم دلوقتي لو انا باخد مصري. هتقول لي ليه بقول كده؟ هقول لحضرتك لانه عادي جدا ممكن انه السوكت بتاع المكنه يفوت 100 جنيه او 200 جنيه، تلاقي باكو ناقص ورقه، تلاقي باكو تاني ناقص ورقه، عادي جدا بتحصل وحصلت كتير جدا. اللي يعفيني من كل ده انه انا لسه وانا واقف قدام موظف البنك ما خرجتش بره الكاميرات بتاعه البنك بفلوسي، ساعتها الغلط بيتداوى وكمان بيعتذر لحضرتك. لو اخدت فلوسك وخرجت بره البنك انت بس المسؤول عن الغلط، يعني الغلط ده تبعك انت مفيش مشكله خالص. 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه اي غلط حضرتك اللي هتتحمله. الحاجه الثانيه بقى، لو حضرتك بقى بتسحب دولارات او الفلوس اللي حضرتك بتسحبها بالدولار، خلي بالك بقى لانه الفلوس دي لو كان فيها ورقه مقطوعه، ورقه عليها حبر، ورقه فيها رقم، في حاجه يعني عليها شخبطه، ورقه تالفه، اي ورقه عمله غير محليه مفيش حاجه اسمها بغيرها من البنك تاني، الا لو كنت حضرتك برضو واقف قدام البنك، يعني واقف قدام موظف البنك او التيلر. غير كده فلوسك راحت عليك، الموضوع خلص خالص. طبعا ال 100 دولار دلوقتي رقم وعدد يزعل اي حد، فنخلي بالنا من الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. هترجع له بقى تقول له اصل ال 100 دولار دي انا لقيتها مكبوب عليها حبر، انا ال 100 دولار دي لقيتها مقشوط فيها رقم، لقيتها متشخبط عليها، هي بتاعتك وانت اللي عملت ده. لو قعدت تقنعه من هنا لبكره
مش هيغير لك اي حاجه اطلاقا، مش هيحصل. فانا بعفي نفسي من كل ده. لو انا بسحب فلوس بالدولار بفرزها ورقه ورقه، الموضوع بسيط جدا، وفلوسنا كلنا بنتعب فيها جدا، والناس دلوقتي كل جنيه بتحب تحافظ عليه. علشان كده لما بلاقي اي معلومه ممكن تضيع من حضرتك ولو جنيه واحد، بحافظ على انه اقولها لحضرتك، وتكون مهمه جدا انه حضرتك تسمعها وتعمل شير للفيديو والحلقه، علشان خاطر يوصل لعدد كبير جدا من الناس يقدروا يسمعوا التحذير ويستفيدوا، لانه الدال على الخير كفاعله. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده، وان شاء الله هنتقابل في فيديو جديد في امان الله.